فلما قعدت ابتديت اتذكر انت اللي انت عم تقلي انه بدي اعطيكي اعلان بدي اقول لك هيك بدي اقول لك هيك. فبرحت قعدت مع الماما قلت لها عندي اخبار لك انا ما بعرف كيف بدي اخبرك اياها لكن هيك 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 خبرتها كل اللي صار. التغيير اللي حصل فيها هي عايشة معي فأنا بعرف بالقبل وبعرف بعدين. التغيير اللي حصل بشخصيتها بنفسيتها بقلبها بالقوة اللي اجتها بطريقة صلاتها للكل بطريقة إيفن لما بتصلي بتصلي صارت بسلطان صارت تشوف نتائج. يعني إجاها الحكيم مرة عطاها قال لها أنت عندك سكري وسكري ضارب على الآخر. يعني إجت على البيت قالت لي أنا مش رح أخذ دواء. قلت لها ليه؟ قالت لي لأنه هو رح يشفيني. يعني عبتطلع هيدي يعني معقولة هيدي أمي صار عندها قوة مش طبيعية بتحكي فيها. وريلي حاربت السكري خلال 5-6 أسابيع وهي واقفة على 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 ذات القرار إنك أنت رح تشفيني أنت رح تشفيني. وراحت مرة بعد بشهر والسكري مش نازل هي تقول أنت رح تشفيني والسكري يطلع. فترة تقريبا شهر قلت لها أمي أنت أنت تبدك يعني أتليست ناخد شوي. قالت لي لا أنا عارفة إنه هو رح يشفيني. أعطاها ضمان بشكل مش طبيعي لما خبرها عن عائلتها اللي هي كانت فكرة إنه خلص راحوا واللي انتهى يعني فيش. فبعد بشهر تقريبا راحها هي عم تتمشى بتحب المشي هي وماشي حكى معها بصوت خارج عن يعني audible voice صوت مسموع صوت مسموع قال لها انت ما عندك سكري. فرجت على البيت عينيها مورمين من البكا. قلت لها شو اللي صار؟ قالت لي سمعت صوته وانا ماشي على الشارع بيقول لي انه انت ما عندك سكري. انا قلت لك هو رح يشفيني. من بعد هالكلمة بعد بكم يوم أنا عم قيس السكري نزل السكري للعيار الطبيعي ولحد هلأ صار تقريبا سنة ما فيش عندها سكري ما فيش عندها nothing.